الآن مع الفيديو رقم 11 لسلسلة المعايير، وهو الفيديو الثالث الخاص بمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 Impairment of Asset أو نقص القيمة أو Value of Asset تتعرض لخسائر. كنا قد توقفنا في الفيديو السابق عند هذا المثال، وقلنا أنه في Cash Generating Unit يعني وحدة كاملة لازم تشتغل مع بعضها عشان تجنريت كاش، فيها بروبرتي بلانت اند اكويبمنت ب60، باتنت $40، جود ويل $20، التوتال $120. وكانت الريكفربل اماونت 90، يعني في امبيرمنت كارينج اماونت 120، ريكفربل اماونت 90، في خسارة امبيرمنت عبارة عن $30. طيب هاو تو ابلاي ال $30؟ ديبت امبيرمنت لوس معروف 30، كريدت ويتش اكاونت؟ بروبرتي بلانت اكاونت اكويبمنت ولا باتنت ولا جود ويل؟ معيار بيقول انه فيرست وي هاف تو ريديوس ذا هول جود ويل، ذا هول اماونت اوف ذا جود ويل $20 ويل جو توارد ذا $70، ستيل ذير از $10 ريمين. وبما انه في زياده في الامبيرمنت عن مبلغ ال20 الخاص بال goodwill we have to remove the goodwill by crediting the goodwill 20 تصبح 0 وما تبقى 10 يوزع حسب النسبة والتناسب أو برو راتا بسموها برو راتا بالنسبة والتناسب بين ال property plant and equipment و ال patent. The entity should reduce the carrying amount of other assets on a pro rata basis يعني بنسبة 60 إلى 40. Hence the remaining loss اللي هي 10 out of 30 loss 20 has been removed against goodwill. We want to remove the 10 against 60 or 40. هنشوف don't worry about 54 36 القيمة المتبقية كيف حسابها. خلينا نشوف قيادة اليومية debit impairment loss بال 30 كاملة ودي بتمشي profit or loss account و credit الجودويل بالكامل عشان تصبح زيرو، كريدت جودويل 20 عشان تصبح زيرو. أما ما تبقى بنبدأ بالبروبرتي بلانت اند اكويبمنت، بنقول 60 ديفايد 100، 60 زائد 40 100، 60 ديفايد 100 تايم العشرة. دي بالنسبة للبروبرتي بلانت اند اكويبمنت، 60 ديفايد 100، 60 هي دي والمية هي حاصل جمع 60 وال 40 ده برو رات تايم العشرة تطلع 6، يبقى هننقص 6 من 60 هتصبح 54، وما تبقى بيروح للبيتنت اللي هي 40 لأنه البيتنت 40 ديفايد المية كلها تايم العشرة اللي هي اللص عايزين نوزعها تطلع 4، نخفض بقى قيمة البيتنت من 40 ماينس 4 36. طيب مرات بنحتاج نعمل ريفيرسال للإمبيرمنت لوس، بمعنى إنه السنة الماضية كان في إمبيرمنت لوس $2، يعني كان القيمة 10 الكارينج أماونت، وجدنا الريكفربل أماونت 8، عملنا الريالين أو الدولارين إمبيرمنت لوس السنة الماضية. لو السنة دي حصل زيادة في قيمة الأصل قيمة $2، we need to reverse يعني نعكس الإمبيرمنت الخاصة بالسنة الماضية، نكتب reversal of impairment loss ويكون رصيد كريدت يعني زيادة في الإيرادات أو زيادة في الجين أو الأرباح خاصة بالشركة في الـ profit and loss account. If the recoverable amount subsequently increases السنة الجاية زادت يعني then certain circumstances impairment is reverse. هنشوف السيركمستانس في حالات معينة هنعكس القيد ونشوف any reversal of impairment loss on an asset other than a goodwill should only be recognized to the extent that it increases the carrying amount of the asset to its original pre-impairment يعني ما قبل الimpairment. خلينا ناخذ ارقام عشان تكون سهلة. السنة الماضية كانت قيمة 10 carrying amount وعملنا ريفرسال عملنا امبيرمنت $2 وسجلناها ب 8. افترض السنة دي
زادت وجدنا القيمة 11. فبقول لك تعمل عكس الاثنين فقط اللي خاصة بالسنة الماضية وترجعها just to the original pre-impairment، يعني القيمة الأصلية قبل الامبيرمنت السنة الماضية كان 10. عشان أنا أرجع من 8 ل 10 لازم أعمل ريفرسال لاثنين فقط مع مراعاة الديبريسيشن حصل خلال السنة. The reversal they fall will normally be recognizing the profit or loss. ليه؟ لأنه السنة الماضية كان في البروفيت أور لوس، عملنا الديبت impairment loss وديناها profit or loss account ونقصنا الأرباح. السنة دي حصلت الزيادة، خلينا نقول بنفس القيمة الإمبيرمنت السنة الماضية، فبعمل ديبت الأسيت عشان أزوده من 8 ل 10 لأنه قيمته زادت السنة دي، وكريدت ريفيرسال أوف إمبيرمنت لوس، ودي هتدي إلى جين وتزيد الأرباح تعويضا عن ما حدث السنة الماضية. To the extent that the asset was revalued، يعني كان في revaluation السنة الماضية and the impairment loss was recognized in other comprehensive income، يعني في الإكويتي ما ودينا البروفيت أور لوس لأسباب برضه هنشوف، يعني حصلت impairment loss وضعناها في revaluation reserve في الإكويتي، السنة دي الريفرسال لازم يروح لنفس الأذر كومبريهنسيف انكم وليس البروفيت أور لوس أكاونت. يعني في الحالتين السنة الماضية الإمبيرمنت كانت في البروفيت أور لوس، السنة دي برضه الريفرسال يكون في البروفيت أور لوس، وإذا السنة الماضية كان الإمبيرمنت في الإكويتي السنة دي يكون في الإكويتي. دي كلمة أذر كومبريهنسيف انكم دي بيقصدوا فيها دايما الإكويتي سيمبل. An impairment loss recognized in respect of goodwill should not subsequently be reversed. يعني احنا بنعمل reverse لكل ال impairment ما عدا ال goodwill. ليه؟ لأن المعايير أصلا بتمنع ال internally generated goodwill to be recognized. We recognize only goodwill for which we paid outlay, cash outlay. الكلام ده بالعربي يعني إنه ال goodwill اللي بتجي في ال combination أو ال acquisition أو في شركات تانية ودفعنا عنها مبالغ، هذه اللي تسجل في الدفاتر. أما بدأنا مشروع وبدأ ينمو بمرور السنين، اكتسب سمعة واكتسب يعني زباين وأصبحوا لوياك وكده وعنده سمعة، دي بيسموها internal generated، يعني ما اشتريناها من بره، يعني إحنا اللي بنيناها ودي لا تسجل. فبالتالي الإمبيرمنت لما تصبح زيرو السنة الماضية لأنه عملنا ريموفال بسبب الامبيرمنت، اذا حصل زياده ما بنرجع الجودويل لانها بنعامله معامله الانترنالي جنريتد، انترنالي جنريتد جودويل، فلا ترجع وتعتبر من ضمن الانترنالي جنريتد. طيب دي الديسكلوجر ريكويرمنت، دايما المعيار في نهايته بيطلب افصاحات معينه نذكرها على السريع. اولا لازم نذكر قيمه الامبيرمنت أو الريفرسال اللي حدث في البروفيت أور لوس أكاونت، و the equivalent information for an impairment recognized or reversed in other comprehensive income، يعني النوعين الامبيرمنت اللي وديناها بروفيت أور لوس نذكر قيمتها، وكذلك معلومات كاملة عن الامبيرمنت اللي ما وديناها بروفيت أور لوس وإنما وديناها الأذر كومبريهنسيف انكم اللي هي الإكويتي. طيب If the entity is required to comply with the segment reporting، يعني كل segment لوحده في النشاط، النشاط بيكون عنده قطاعات مختلفة جغرافية موزعة أو حسب المنتجات أو كده، ففي impairment موزعة على القطاعات المختلفة. If the impairment loss recognized or reversed for an individual asset or cash generated is significant to the financial statement as a whole، يعني إذا كان المبلغ كبير جدا جدا مقارنة بحجم الشركة، فبنطلب معلومات إضافية. أما إذا كان impairment عادي هي المعلومات دي فقط، أما إذا مبلغ كبير جدا وهيوج لازم نوضح الـ event، يعني مثلا دي بسموها narrative، we need to disclose the event that led لقاد لهذا الـ loss أو الـ reversal of the loss. مثلا في البيانات في الـ إيضاحات بنذكر إنه حصل حريق في المخزن وأدى إلى كذا وكذا، والقيمة اللي خسرناها قدر كذا اللي هي الأمام، وطبيعة الأسد، وصف للأسد أو وصف
وحدات اللي تشتغل مع بعض مجموعات أسيت عشان تبروديوس أو جنريت كاش، ونوضح تفاصيل كاملة عنها، وبرضه نوضح الريكفربل أماونت حسبناها عن طريق كانت هي الكوست فير فاليو كوست ليس كوست تو سيل، ولا كانت عن الفاليو ان يوز، واذا فاليو ان يوز الديسكاونت فاكتور والكاش فلو واسامبشن والاشياء هذه. خلينا نشوف مثال على السريع. شركة كذا ديترمين ذات نيد تو ريكوجنايز امبيرمنت لوس. خلاص هم عملوا دراسات ووجدوا ان في امبيرمنت لوس في تو اسيت بلانت اللي بقول على مصنع والآلات المصنع ولاند والأراضي. فالمعلومات كانت كالآتي: البلانت واللاند كل واحدة عندها معلومات بالدولار. المبلغ الأساسي تكلفة البلانت كان 700 ألف، وتكلفة اللاند 1,400,000. previous revaluation يعني قبل كده هل حدث إعادة تقييم، يعني في revaluation reserve في البلانت ما كان فيه، لكن في اللاند في revaluation reserve 450. معناه البوك فاليو هي 1,400,000 اللي اشتريناها في الأصل، وعملنا ريفالويشن 450 أصبحت قيمتها 1,850,000 البوك فاليو أو الكارينج أماونت. هاي 700 لأنه ما في ريفالويشن، هنا 1,850,000 حاصل جمع الأوريجينال فاليو زائد الريفالويشن أبورد. طيب هنا كان في امبيرمنت لوس حسب الحسابات 200، وهنا في 300,000. عايزين نشوف نعالجهم كيف. اولا بما انه ما في ريفالويشن ريزيرف او ريفالويشن سيربلس، معناها كل الامبيرمنت بتمشي الانكم ستيتمنت او البروفيت واللوس اكاونت. هنا عندنا ريفالويشن ريزيرف، عشان كده لازم في البدايه 300,000 لوس عالجه هنا في الريفالويشن ريزيرف، اخفضه من 450 بمبلغ 350، وما تبقى اللي هو 150,000 حيكون في الريفالويشن ريزيرف. دي المعالجه المحاسبيه الصحيحه. طيب هو حيعطينا مجموعة خيارات. نمبر 1 ان بروفيت اور لوس، صحيح لأنه ما عندي ريفاليويشن لازم أوديها ان بروفيت اور لوس كاملة. هنا ان بروفيت اور لوس، لا أنا عندي ريفاليويشن ريزيرف معناها هنا خطأ. هنا دي صحيحة زي ما قلنا من شوية، وهنا other comprehensive income equity اللي هي ريفاليويشن ريزيرف، دي هي الإجابة الصحيحة. نشوف إجابة ثانية سي other comprehensive income، لا لانه ما عندي revaluation reserve سابق، فبالتالي كلها بتمشي profit or loss account. ومن هنا غلط ما في داعي اشوف الثانية، يبقى الإجابة هي دي profit or loss لانه ما عندنا revaluation reserve. هنا لانه عندنا revaluation reserve لازم impairment loss 300 I applied first على ال 450 وما تبقى يظل هناك، فيبقى هنا other comprehensive income دي خطأ من البداية، ما في داعي نشوف. يبقى الإجابة الصحيحة زي ما قلنا هي رقم B. ونشوف example من ال stock exchange، يعني real case example. دي operating profit وتحتيها مصاريف و other expenses وهكذا، لكن لاحظ هنا عندنا impairment of vessel اللي هو السفن، capital work in progress لسه بيشتغلوا عليه وما اكتمل، حصل فيه impairment السنة الماضية 283 مليون لأنه المبالغ بالألف، والسنة دي برضه في loss 243 مليون سنة 2018 السنة الماضية 283. عندنا ثاني impairment loss of available for sale financial asset السنة الماضية 2017 كان negative 20 impairment loss، السنة دي zero. يا ريت لو كل واحد فيكم وقف الفيديو شوية ويسأل نفسه ليه impairment of available for sale في سنة 2018 زيرو، في 2017 كان في مبلغ 20، يعني هل ما حصل impairment؟ حتى لو حصل impairment حنلاقي هنا زيرو. ما أعرف أقول لكم الإجابة الآن ولا تنتظروها في الفيديو اللاحق. نعيد تاني available for sale financial asset كان في impairment في 2017، هنا لو في impairment برضه ما راح يكون، حيكون زيرو. ليه؟ لأنه المعيار اللي فيه available financial statement IAS 39 تم إلغاؤه واستبداله بـ IFRS 9، وما عاد في حاجة اسمها available for sale financial asset، عشان كده في سنة 2018 تم تطبيق IFRS رقم 9.
نشوفكم في الفيديو اللاحق، وأرجو الاشتراك حتى يصلك التنبيه.